يقول: هل يجوز سب الكفار والمنافقين إذا اطمأن أنه لن يسب الله تبارك وتعالى أي في غيابه؟ يجوز، والأولى ألا يفعل، لأنه في الحالتين ما الذي يفيد إلا أن تريد أن تسفه أحلامهم وتسفه مقامهم أمام أناس يعظمونهم حتى لا يعظمونهم. هذا نعم صحيح، لكن هكذا لا، ليس المؤمن بالفاحش ولا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء.